تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا وعليكم شيعي السلام اللي ورحمة الله اختفى. وبركاته. أسد الله علي وياك. أسد الله علي مين يعني؟ صاحبك فعلا. القديم. أسد الله علي صاحبك القديم. أسد الله علي صاحبك القديم. الذي سألتك. أسد الله علي ما عرفته؟ اللي صعد وياك واللي حاورك بالفيسبوك واللي يلا يا حبيبي. لا والله ما عرفك. تقول بأنه شيعي سديت علي الهاتف. أي سديت علي الهاتف وتقول بأن الشيعي اختفى. الصحابة كانوا لم يحفظون القرآن يا حبيبي، والدليل من صحيح البخاري عندما أسرى. حضرتك مش هتحاسب على الصحابة، حضرتك مش هتحاسب على الصحابة حبيبي. غير جاي أنت شيعي هتحاسب على الصحابة. أنت شيعي مش هتحاسب على الصحابة. كيف كانوا يقرؤون القرآن وهم لا يحفظون القرآن؟ سمي نفسه أسد الله بعد كده يا عم الحاج. الآن اسمعني، لو سمحت تسمعني. الآن حضرتك لن تحاسب على الصحابة، لن تحاسب على أبو بكر، لن تحاسب عن عمر، لن تحاسب عن عائشة. هل الآن أنتم كشيعة تقولون أن القرآن ليس بمحرف؟ نعم نقول، لأنه الله يقول هو في صدور الذين أوتوا العلم وأتحداك دون علي بن أبي طالب الذين أوتوا العلم. ما فيش مشكلة. حلو، ما فيش مشكلة. عندكم قرآن تاني غير الذي أتى به عثمان؟ عندكم قرآن تاني؟ نعم هو قرآن علي. حلو، يعني قرآن علي وليس قرآن عثمان. ماشي، أنا ماشي. شوف معاك إزاي، سبحان الله، لما بتمشي صح بمشي معاك صح. إذن القرآن الذي بين أيدينا الآن هو قرآن علي بن أبي طالب، الذي نحفظه الآن هو قرآن علي بن أبي طالب، هو من أتى به أهل البيت. صح. نعم. حلو. إذن المعمم الذي من أتباعه 550,000 الآن يقول أن القرآن زيد فيه وأنقص منه، وأنقص منه حوالي 100,000 آية، هل هذا المعمم ما حكمه عندكم؟ 100,000 آية؟ هو يقول أنه أنقص منه 100,000 آية. يقصد التأويل الذي جعله علي بن أبي طالب التفسير، والتأويل الذي رفضه أبو بكر وعمر. بيتكلم عن تحريف القرآن، ما بيقول تأويل. لو قال تأويل ما قلنا بالحملة. لو قال تأويلا ما قلنا بالحملة. نعم يا حبيبي اصبر، اعطيني مجال، اعطيني مجال. نعم اعطيني مجال على مود أقول لك. جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري. اسمع، أنا بسألك عن القرآن. اسمع، هو ما تكلم، هو ما تكلم عن القراءات ولا تكلم عن الأحرف، هو تكلم عن أصل القرآن. قال أن هناك 100,000 آية حذفت من القرآن، وأن القرآن أنقص منه وزيد فيه. هو حكمه عندكم؟ نعم يا حبيبي خليني. هو قرأ البخاري، يوجد ثلاثة أحاديث، حديث منهم جمع القرآن. امشي يا رجل يهبل، امشي يا رجل يهبل، امشي يا رجل يهبل. أقسم بالله العظيم عرّتهم، عرّتهم عن بكرة أبيهم، نزعت منهم الملابس، بقوا عريانين. مشيت معاه واحدة واحدة لحد ما وصلنا لمعممهم المذكور، حب يلف ويدور ويقول لك لا ده بيتكلم في التأويل، لا ده بيتكلم في القراءات، لا ده بيتكلم في الأحرف. وبعد كده لما زنقته ان هو بيتكلم في أصل القرآن، قام راح قايل لك البخاري ومسلم، قام راح قال لك البخاري ومسلم. وده معمم، هتلاقيه ده معمم. عشان لما اقول لكم يا اخوانا أن كل علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وحمير ده ما هو إلا لسان فقط، لذلك لا تجد معممين يتبرعون للدفاع عن القرآن الكريم. ما يستطيعوا، ما يستطيعوا. ليه ما يستطيعوا؟ لأنهم لو ذهبوا لمناظرة حمير القريشي هيطلع لهم المصايب من الكتب بتاعتهم. ما هو لما معمم شيعي يروح يناظر حمير على مسألة تحريف القرآن، مش هيقول له البخاري ومسلم، ولا يقول له عائشة وعمر، بل هيقول له ده ورد في الكافي، ورد في بحار الأنوار، قال المفيد، قال مش عارف مين، وقال مين، وقال مين. فالله المستعان. فهم يجوا يعملوا لك ايه؟ نحن كشيعة لا نقول بتحريف القرآن،
نحن لا نقول بتحريف القرآن، ومن يقول بتحريف القرآن لا يمثلنا. طب حضرتك إذا كان هو لا يمثلكم طب ما تروح له، جاي لي أنا ليه؟ لا إحنا جايين نلمع صورتنا شوية قدام أتباعك هنا، يعني جايين نلمع الصورة شوية بتاعت الشيعة أمام أتباعك هنا، وكأننا لا نقول بتحريف القرآن، نلمعها شوية. لكن لما تدخل معاها في الغويط تلاقيه قلب هو قلب حمير القريش. وبعدين يقول لك إيه؟ يعني سبحان الله من الحماقة، يعني ما وجدتها إلا في الشيعة. والله العظيم صدق جعفر الصادق عندما قال الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. هب أن دلوقتي يا أخوانا إحنا كسلنا دلوقتي، هب أن مش هب أن بقى الآن كتب الشيعة تقول بتحريف القرآن، كتب الشيعة الآن تقول بتحريف القرآن، هل واحد سني واحد سيقول بتحريف القرآن لأن كتب الشيعة تقول بتحريف القرآن؟ هل في سن واحد هيقول بتحريف القرآن لأن كتب الشيعة تقول بتحريف القرآن؟ متى السن يقول بتحريف القرآن؟ متى السن يقول بتحريف القرآن؟ لما يلاقي عندنا روايات تقول بتحريف القرآن فهو يعتقد من خلال الروايات أنها محرفة. هنا أقول لك آه ممكن سن يعملها، لكن إزاي إن سني يعتقد بتحريف القرآن لأن الكليني قال بتحريف القرآن، ولأن الطبطبائي قال بتحريف القرآن، ولأن الشيرازي قال بتحريف القرآن، ولأن البتاع ده فايد الكاشاني قال بتحريف القرآن؟ يستحيل. لكن تعالى الناحية التانية العكس بقى، الشيعة أنتم تقولون ليه بتحريف القرآن يا شيعة؟ أصل البخاري ومسلم بيقول بتحريف القرآن. يا شيعي لماذا تقول بتحريف القرآن؟ أصل عندك عائشة قالت بتحريف القرآن. أنت أهبل يا ابني ولا شكلك كده؟ ما أنت لو أهبل ابعد عني وخلاص ودوك مستشفى المجانين. ما يستطيع الشيعي، الشيعي ما يستطيع أنه يجاوب من نفسه من عقيدته، ما يستطيع.